سلام الله على كل نظرة شعت من نواظركم. سلام من الله عليكم مشاهدين الكرام ورحمة الله وبركاته. من كربلاء التضحية، وبها لم يتدفق الدم لوحده، بل تدفق قبله العطر الهاشمي المقدس. من هنا رسائل بطولة وأريج شهادة. إذا كان لون الدم قد أزالته العصور والأزمان، فإن لون البطولة باق وأريج الشهادة خالد إلى الأبد. من هنا نحمل إليكم رسائل الكرم والوفاء من القمر الهاشمي. صدى الكفيل. ضمن باكورة الشعائر الحسينية التي تقيمها العتبات المقدسة، أقام المضيف الخارجي للعتبة العباسية المقدسة الواقع على طريق كربلاء المقدسة النجف الأشرف مراسم رفع راية الكرم الحسيني، رمز هوية الحق لأبي الفضل العباسي عليه السلام، التي ستبقى منارا تهفو إليه القلوب من كل حدب وصوب. المزيد في هذا التقرير. تسير العتبة العباسية المقدسة بإجراءاتها استعدادا لاستقبال الزائرين الوافدين لإحياء زيارة الأربعين، وكما اعتادت في كل عام مع بداية شهر صفر الخير على إقامة مراسيم رفع الراية في مضيفها الخارجي الواقع على طريق النجف كربلاء، إذانا بجاهزيته لاستقبال الزائرين وتقديم الخدمات لهم. نبدأ بمراسيم رفع الراية في مضيف العتبة العباسية طريق النجف، إذانا ببدء موسم زيارة الأربعين، ونحن متلهفون وقلوبنا حرة وعيوننا عبرة لاستقبال زوار المولى أبي عبد الله الحسين عليه السلام، وخاصة ونحن نعاني في هذا العام من جائحة كورونا، ولكن بحمد الله المؤمنون لا يردعهم رادع عن زيارة معشوقهم الإمام الحسين عليه السلام. راية الكرم الحسين اعتلت المكان خفاقة في الأجواء، وتم رفعها وسط مراسيم شهدت حضور خدمة المولى أبي الفضل العباس عليه السلام إلى جانب أهالي المنطقة، وبحسب ما قالوا أنهم في كل عام ومن هذا المكان يجددون العهد على الخدمة الحسينية. إن شاء الله راح نتشرف إحنا وإياكم برفع راية مضيف أبو الفضل العباس صلاة الله وسلامه عليه، اللي هي تعتبر أعلى راية وأكبر راية بالعراق. هذا المضيف فتحت أبوابه من قبل 15 عام للتشرف بخدمة الزائرين الكرام، وأيضا يعتبر هذا المضيف مضيف العتبة العباسية المقدسة يعتبر بوابة كربلاء. يشمل هذا المضيف، احنا اليوم ان شاء الله راح نباشر بالبدء باستعداداتنا لاستقبال الزائر الكريم، تقديم له كل ما يحتاج من طعام ومأكل ومشرب. ونحن وكالمعتاد وفي طريق النجف وفي مضيف العتبة العباسية تحديدا، كل عام بالسنين الماضية ترفع راية أبي الفضل العباس كفيل ضعن السبايا لأبي عبد الله الحسين، إذانا باستقبال الزائرين على طريق النجف كالطرق الباقية المؤدية إلى كربلاء، طريق بغداد وطريق النجف طويريج وطريق عين التمر. فنحن اليوم كل خدمة الحسين في هذا المحفل الكريم إذانا باستقبال الزائرين، فنقول الزائرين في كل المحافظات من العراق وخارج العراق نقول لهم أهلا وسهلا بكم، وها هي العتبة العباسية تقدم كافة الخدمات والدعم اللوجستي للزوار أبي عبد الله الحسين بكل ما يقتضيه الزائر. خدمة الزائرين شرف لنا، شعار اتخذه الموالون لأهل البيت عليهم السلام مستلهمين من الخط الحسيني الكرم والجود، فهم يسعون لتلبية كل احتياجات الزائر وتوفير كل المستلزمات له في ظل تفشي جائحة كورونا. إن للقصيدة الشعرية دورا كبيرا في رسم فاجعة الطف ووضع المتلقي في الحدث العاشورائي، وقد استطاعت على مر العصور أن تسهم في تخليد نهضة سيد الشهداء عليه السلام، إذ أقام البيت الثقافي في قضاء الهندية برعاية العتبتين المقدستين الحسينية والعباسية مهرجان القصيدة الحسيني الثامن للشعر الشعبي والفصيح. يأتي هذا المهرجان لإحياء القضية الحسينية الخالدة بفكرها ومضمونها، والتي جسدت أروع معاني التضحية والفداء. تفاصيل أكثر في هذا التقرير. عندما يكون عنوانها الحسين عليه السلام، تكون القصيدة قضية، شعار توسم به مهرجان القصيدة الحسيني بموسمه الثامن على التوالي برعاية العتبتين المقدستين الحسينية والعباسية، والذي يقيمه البيت الثقافي في قضاء الهندية ومؤسسة الإبداع الفكري وبالتعاون مع الحكومة المحلية.
لاستذكار فاجعة الطف الأليمة يقام اليوم مهرجان القصيدة الحسينية الثامن برعاية العتبة الحسينية والعباسية المقدستين وتنظيم من البيت الثقافي ومؤسسة الإبداع الفكري والحكومة المحلية في قضاء طويلج لاستذكار الحسين وفاجعة كربلاء الأليمة ولإدامة الأشعار الحسينية وبالتنسيق عالي وتنظيم مع هيئة مع وزارة الصحة وخلية الأزمة المركزية. قامت هكذا منتديات في محرم وفي أيام عاشوراء أيام الحسين هي المصاديق الشعر الحسينية، كما هو معروف أن الشعر هو يعتبر وسيلة إيصال إلى المجتمع بصورة عامة إن كان منهم مثقف أو البسيط. المهرجان الذي شارك به العديد من الشعراء صدحت حناجرهم بالدروس والعبر المستمدة من قضية الإمام الحسين عليه السلام التي خلدت جيلا بعد جيل، إضافة إلى إحياء القضية الحسينية الخالدة بفكرها ومضمونها والتي جسدت فيها أروع معاني التضحيات والفداء. هذا المهرجان هو مهرجان القصيدة الثامن والعتبة العباسية معنا في كل المهرجانات، وكان لها الحظوة الأولى والدعم اللامحدود التي تقدمه لنا من أجل إنجاح هذه الشعيرة. نحن غايتنا من إقامة هذا المهرجان أن نوصل رسالة الإمام الحسين وقضيته وتضحياته والدروس والعبر المستلهمة من تضحيات الإمام الحسين الذي وصل تضحياته. دعينا في هذا اليوم المبارك لحضور مهرجان شعري عن الثورة الحسينية وعن مصيبة كربلاء، وقد حضر الحفل هذا عدد كبير من الشعراء من مختلف المحافظات، وقد ترنم الشعراء وتغنوا بثورة الحسين ومواقفه المشرفة ورفضه للذل والمهانة. ولولا ثورة الحسين واستشهاد الحسين لما ثبت الدين. الشعراء تباروا فيما بينهم بلغة سلسة عذبة، لأن الشعر الصعب والشعر المعقد لا يخدم القضية التي يكتب من أجلها. على الشاعر أن يميل إلى أبسط الكلمات وأرقها لتصل إلى المثقف وإلى الأمي. تطبيق الشروط الوقائية بجائحة كورونا أحد الصور التي تعكس رسالة المهرجان، جاءت مكملة للمضمون العظيم الذي أنار طريق الحق، ليختتم بتوزيع الدروع والهدايا لكل من القائمين والشعراء تثمينا لما قدموه في ظل هذه الظروف. العتبة العباسية المقدسة في كل زيارة كبرى تضع من خلال جهاتها الطبية خطة صحية متكاملة تتضمن الإخلاء السريع وتشخيص الحالات المرضية وإحالتها إلى المستشفيات، فضلاً عن إعطاء الأدوية وخدمات الإسعاف الفوري. إذ عقدت شعبة الشؤون الطبية التابعة لها اجتماعاً تحضيرياً موسعاً استعداداً لاستقبال الزيارة الأربعينية ووضع الخطط الصحية والطبية اللازمة الخاصة بهذا الحدث الكبير. لنتابع هذا التقرير. زيارة الأربعين التي تعد من أكبر التجمعات البشرية التي يشهدها العالم، هذه الزيارة التي يجب أن تتوفر فيها الكثير من الخدمات والتي تندرج ضمن استعدادات العتبة العباسية المقدسة لاستقبالها وفق شروط دائرة الصحة التي أوصت بمعايير السلامة في ظل أزمة جائحة كورونا. أقام شعبة الشؤون الطبية في العتبة المقدسة اجتماع تحضيري لفرق الإخلاء الطبي المتمثلة في وحدة الطبابة، أكاديمية الكفيل للإسعاف الطبي، كشافة الكفيل والعلاقات الجامعية. توجيه من الأمانة العامة للعتبة العباسية المقدسة، تم عقد اجتماع تحضيري لكافة المجاميع العاملة في الإخلاء الطبي للتحضير للزيارة الأربعينية في كربلاء المقدسة. شعبة الشؤون الطبية في العتبة المقدسة متابعة الواقع الطبي في العتبة أثناء الزيارة، وتم مناقشة الفرق التطوعية في داخل الصحن الشريف المولى أبو الفضل العباس مع المفارز الطبية وحملة النقالات والمسعفين وخدمة ما بين الحرمين لكافة المتطوعين، مناقشة بخصوص الخدمة الطبية وكذلك مع ظروف جائحة كورونا الإجراءات الوقائية التي سوف يتم اتخاذها مع هذه الجائحة. طبعا كان اجتماع ممتاز جدا مع أكثر من لجنة موجودة من ضمنها شعبة الطبابة والكشافة ووحدة الإخلاء اللي تابعة كذلك للطبابة. كان حضور فاعل للجميع، وشاركت أكاديمية الكفيل، شعبة أكاديمية الكفيل شاركت بهذا الاجتماع. الاتفاق العادة أكاديمية الكفيل للإسعاف والتدريب الطبي تكون مسؤولة عن الأرض والميدان الإسعافي عن طريق
طريق توزيع فرق إسعافية مدربة على أعلى مستوى في مجال الإسعافات الأولية والإخلاء الطبي في منطقة بين الحرمين وحول صحن أبي الفضل العباس عليه السلام. طبعا هذه الفرق تكون مدربة على برامج الإنعاش القلب الرئوي، الإسعافات الأولية، الوقاية من الأمراض المعدية، استخدام الأكسجين وغيرها من برامج من ضمنها الفرز الطبي. الاجتماع تضمن طرح العديد من التوصيات الاستثنائية الخاصة بهذه السنة، إضافة إلى تنسيق عمل الفرق الطبية والإخلاء الطبي، ووضع خطة تنظيمية تحرص على تقديم أفضل الخدمات الممكنة، كونها ليست بالوظيفة السهلة، لما تحمله من بعد كبير وخدمة للزائرين، خصوصا في الزيارات المليونية. انتهت فقرة تقارير، فاصل ونعود نكمل باقي فقراتنا. على البيت. شو تسوي ان شاء الله؟ نحكي انا ثوران. وندعي لكم العافية. فاطمة ام الحسن والدهر ام الحسن رايحين لهم. ان شاء الله تعالى. كلهم. الحجيت مو ما بيج حيل وتعبانة. شو تسوي؟ ما ذي حيل. اي بس اروح ازورة. وما بيج حيل تعبانة فالله يقول لي ارتاح بالبيت. انا لا. أريد الزيارة. والله. شو تحصلي إذا رحت للزيارة؟ أوه حصل خير. إيه شو الخير هذا تحصل؟ خيرات الله، العافية والسلامة، طيبة الخاطر. إن شاء الله تعالى زين. وهذا ابنك جاي دفعك؟ ها إيه. ما شيء عقب. لا ما شيء عقب. والله. ليش ما شيء عقب؟ لا هذا إلى حسنة. عد الله وأهل الدين. أنا أخذت الزيارة. إيه أخذنا حسنة. موفقين إن شاء الله على هذه التربية الله. السجود هو أحد البراهين على إيمان العبد وتوحيده لله سبحانه وتعالى، والسجود أجل علامات التذلل والخضوع لله مالك الملك وأقرار بقدرته وعظمته، فالعبد يكون أقرب ما يكون من ربه وهو ساجدا يدعوه ويلجأ إليه. هذا الموضوع الذي تطرق إليه وكيل المرجعية الرشيدة في خطبة الجمعة، والذي اخترناها لكم في فقرة عطر الهداية. وأنتم تعلمون أن السجود يعني في الشريعة المقدسة الشريعة الإسلامية يعتبر أقصى غاية الطاعة، نحو من الخضوع والتذلل إلى الله تعالى. وبهذه الطاعة اختبر الله تعالى الملائكة عندما أمرهم للسجود، وسجدوا إلا إبليس، واستعمل طريقة التفضيل والقياس في أنه امتنع عن تنفيذ الأمر الإلهي ونال جزاءه. ولذا كان السجود من أفضل القربات، حتى ورد في الدعاء الشريف أو في الرواية الشريفة إن أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد. لكل صورة حدث معين ولكل حدث تعليق يوضح للمتلقي المحتوى، ولأن الصورة أصدق الوسائل للتعبير، سنعرض عليكم مجموعة صور تخلد أوقاتا خاصة بأحداث العتبة العباسية المقدسة من خلال فقرة صورة وتعليق. بالرغم من التقدم التقني الهائل في مجال التصوير الفوتوغرافي والذي أتاح للمصور إبراز قدراته وفرض شخصيته على الصورة، إلا أنه يبقى للمهارة الذاتية والحس المرهف والذوق العالي والرؤية العميقة والخصوصية المتفردة
التي يتمتع بها المصور دورها الكبير والأساسي في التوصل إلى خلق تشكيل جمالي يريح عين المشاهد. لحظات ضوئية. الزيارة الأربعينية مدرسة حسينية عريقة أعطت ولا تزال تعطي جملة من المبادئ التي يتوجب الالتزام بها، حيث تتضح بوادر ومظاهر هذه الوحدة في الأنشطة المختلفة التي يباشر بها الشباب الحسيني وأهالي المدن العراقية، فيستقبلون حشود الزوار من الداخل ومن بلدان العالم كافة وهم يتوجهون إلى كربلاء المقدسة. حول هذا الموضوع تحدث الأستاذ جسام السعيدي في كلمة ذات. مدرسة الأربعين مدرسة صنعت على مدى قرون عشرات الأجيال المضحية، الكرم العراقي اللي معروف من آلاف السنين، مدرسة الأربعين وظفته وصار مدرسة عطاء. بالأربعين قدروا العراقيين على مدى الأجيال وعلى مدى القرون الماضية، تعرفون الأربعين هو صار في نفس السنة اللي استشهد بها الحسين عليه السلام، أول موسم للأربعين كان هو موسم لأهل البيت، الموسم اللي بعده هو كان موسم أهل العراق. هذا الموسم صنع عطاء للعراقيين كان مساهم أساسي في تزويد الثورات والنهضات ضد المستعمرين والمحتلين والأعداء اللي ساهمت بدورها في نصرة الحق ونصر العراقيين. يعني ليس أقلها وليست الوحيدة، انتصارهم على داعش كان هو ثمار موسم الأربعين. العطاء في موسم الأربعين خلق هذا الجيل المضحي. مواكب الدعم اللوجستي اللي كانت تتبرع بدون أن تنظر إلى مبلغ الأموال، كمية التبرع، كمية المواد، نفس الموكب اللي كان يعطي للزائرين على مدى 22 أو 23 يوم أكل، هو نفسه على مدى 3.5 سنوات من الحرب ضد داعش كان هو يمول الجيش والحشد بل والنازحين وكل الناس اللي كانوا متضررين من نزوح ضد بعد هجمات داعش، كلها كانت من ثمرات موسم الأربعين. الناس المضحية بنفسها من بقى سنة وسنة ونص بدون راتب، لأنه ما ينظر إلا لخدمة المبدأ الحق والمذهب الحق والوطن اللي كان هو أحد مصاديق فتوى الدفاع المقدسة. بجهود استثنائية تبذلها الملاكات الفنية والهندسية التابعة للعتبة العباسية المقدسة في إنجاز مشاريعها الخدمية والصحية والعمرانية، إليكم ما وصلت إليه نسب الإنجاز في فقرة قيد التنفيذ. الشهداء ثمرات البيت الصالح والتربية الصالحة وقيمة الآباء والأمهات الذين يصنعون للوطن رجالا ينتظرون لحظة الشهادة لكي يعبدوا طريق الحرية بدمائهم الزكية وينيروا درب العزة والكرامة لكل الأحرار للمسير على درب البطولة والفداء. فآن استذكار تضحيات الشهداء
وأحياء مواقفهم من خلال فقرة بذرة مقدسة. تقوم اللقاحات بدور مهم في مرحلة الطفولة في الوقاية من مجموعة متنوعة من الأمراض الخطرة أو القاتلة المحتملة، بما في ذلك الحصبة والتهابات السحايا وشلل الأطفال والسعال الديكي. فإذا كانت هذه الأمراض غير مألوفة بالنسبة لك أو كنت تسمع بها لأول مرة، فإن ذلك يعني أن هذه اللقاحات قد أدت مفعولها. مع ذلك فلعلك لا تزال تتساءل عن فوائد اللقاحات في مرحلة الطفولة ومخاطرها، لذلك إليك إجابات مباشرة في فقرة صحتك في دقيقة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوع حلقتنا لهذا اليوم يتناول برنامج التطعيم والتلقيح عند الأطفال. يمكن احنا نعيش الان ظرف جائحة مهمة وأدت الى خسائر كبيرة على مستوى البشرية، وهي جائحة كورونا. تعرفون بأنه التطعيم واللقاحات هي عبارة عن أشياء ظهرت نتيجة لوجود أمراض تشبه هذا المرض، ولولا هذه اللقاحات لكان تلك الأمراض اللي نسمع بها الآن فقط ولا نراها هي حقيقة منتشرة بشكل كبير بالمجتمع. لذلك مع توفر اللقاحات اللي تطمح يعني حق وزارة الصحة أنه ما يكون أكو أي نقص على مستوى اللقاحات، والبرامج اللقاحات الموجودة بالعراق هي عبارة عن هي البرامج المعتمدة من قبل منظمة الأطفال العالمية مثل يونيسيف أو غيرها. فهذه اللقاحات احيانا اكو فد نوع من التردد عند الاهل بانه اخذها، خصوصا اللي يتاثرون بالاخبار اللي تاتي من هنا وهناك ان هاي اللقاحات ممكن تؤدي الى مشاكل، الطفل ممكن ياخذ اللقاح ينشل، الطفل ياخذ اللقاح يصير عنده المرض الفلاني. حقيقه هذا الكلام مو صحيح. معظم اللقاحات الموجوده والمدرجه ضمن لائحه اليونيسيف هي عباره عن لقاحات امنه بنسبه كبيره جدا، اعتمادها تم بناء على دراسات مكثفه وطويله الامد، وهي تقي الأطفال من الإصابة بأمراض حقيقة خطيرة. لرسالتنا بقية، ولأن لدينا لكم الكثير، انتظرونا في الأسبوع القادم من برنامجنا صدى الكفيل. على الود لقيناكم، وعلى مثله نودعكم.